مرة أخرى مشاهدينا وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 35، ويسعدني أن يكون معايا دلوقتي شادي حداد وهو أحد أبطال فيلم إنسان شريف المشارك على هامش المهرجان سينما حول العالم. أهلا بك يا شادي. أهلا بك كريم. يمكن لاحظت أن في الدورة دي في أفلام من لبنان كتير مشتركة زي تاكسي البلد وتنورة ماكسي وكمان فيلمك رغم أنه على هامش المهرجان. مظبوط. ده بيدينا انطباع أحيانا أن السينما اللبنانية حاليا تعتبر في نشاط. الحمد لله السينما اللبنانية سنة عن سنة عم بتبرهن قديش هي قديش عم تنتقل من محاولات لصناعة حقيقية، وهذا الشيء دليل أنه انتشار السينما اللبنانية بالمهرجانات العالمية عم بخلي هالناس تتشجع تعمل أفلام إن كان مخرجين ولا كتاب، عم يتشجعوا لأن نظرة العالم للسينما اللبنانية تغيرت اختلفت لأنه عم بيشاركوا عم بيحطوا مصاري عم بيصير في إنتاجات مشتركة بين لبنان ودول أجنبية تانية وعم بيحصلوا الأفلام على جوائز بمختلف دول العالم. فيعني في كتير مخرجين برزوا مثل زياد دويري، نادين لبكي وغيرهم من كتير المخرجين، رندا شهال قبل الله يرحمها، وكتير من المخرجين اللي عم بيخلوا أفلامهم ينتشروا أو يبرموا بالعالم. دي حقيقة. يمكن برضو تعرض عندنا هنا في دار العرض السينمائية في السينما لما في الفترة اللي فاتت كان في فيلم هلأ لوين مظبوط لنادين لواكي، وبرضو من حوالي 3 سنين كان في كراميل مظبوط. صح. طيب ايش معنى هذه النوعيه من الافلام اللي بتوصل لنا هنا مصر؟ يعني هل نقدر نقول الفتره الجايه السينما اللبنانيه هتاخد اكسبوجر اكتر او توصل لعدد اكبر من الناس وهتقدر توصل لنا هنا مصر؟ اكيد. ما هو كمان بدك تشوف انه الشركة الانتاج اللي عم بيشاركوا فيها ان كان كمان لانه مثلا فيلم نادين كان في شركه كمان من مصر مشاركه بانتاج الفيلم، فهذا الشيء بيسهل التوزيع. أكيد يعني نحن بحاجة لموزعين أكثر بمصر لانتشار السينما اللبنانية أكثر. يعني أنت شايف أن فكرة التعاون بين مثلا مصر ولبنان ده هيؤدي إلى انتشار السينما اللبنانية أكثر؟ مؤكد أكيد. يعني إلا إذا كان الفيلم أصلا بيثبت حاله وتشجع حدا من الموزعين بمصر يشتري الأفلام ويوزعها على عاتقه. يعني طيب لو هنتكلم على فكرة التعاون برضو، أنت شاركت في مسلسل روبي، مسلسل روبي كان 60 أو 90 حلقة؟ 94 أو 95 حلقة. 94 أو 95 حلقة. وفعلا هنا الشعب المصري كان بيشجع جدا المسلسل ده وتابعناه كلنا فعلا. ده نوعية هذه المسلسلات اللي هي تعتبر اسمها البان أرب. الفن العربي اللي هي بيبقى فيها ممثلين كتير من جميع انحاء بالظبط. طيب انت شايف ان هو ده الترند اللي طالع حاليا في الدراما التلفزيونيه؟ هو نوع من انواع الدراما التلفزيونيه مثل كل الانواع الثانيه، يعني وهي تجربه مثل ما عم بيكون في تيلينوفاليس من تركيا ومن غير بلدان اجنبيه. ليش ما بكون عندنا نحن هالنوع من الافلام من هالنوع من هالمسلسلات يلي عم بتحشد او عم تلاقي عدد مشاهدين كتير كبير من الدول العربيه. ودليل نجاح مسلسل روبي وجماهيريه مسلسل روبي اللي اخذ عن جد جماهيريه كتير كبيره. اوكي. طب شادي يمكن انت برضه كنت معانا في الاستوديو التحليلي هنا في نايل سينما امبارح مظبوط. صح. طيب وكنت برضو يعني رحت كنت مواظب على فعاليات المهرجان وكنت اتفرج على عروض الافلام وكنت بتحضر ندوات، وانت رغم كل ده ان انت اصلا فيلمك على هامش المهرجان، كلمني بقى على حضورك هذه الدوره اللي بتعتبر دوره استثنائيه واول دوره بعد مهرجان بعد ثوره 25 يناير. انا مش اول مره بجي على مهرجان القاهره، هيدي ثاني او ثالث مره بجي على مهرجان القاهره، وانا اصلا بحرص احضر مهرجان كان بدول عربية ولا أجنبية لأنه في أفلام ما بنقدر نشوفها بلبنان أو بتعذر توزيعها بالدول العربية لأنه ما بكون في موزعين لإلها. فبحرص أحضر مهرجانات لشوف هالنوع من الأفلام. مثلا امبارح حضرت فيلم المغضوب عليهم، فيلم مغربي رائع جدا، حضرت فيلم أردني اسمه لما شفتك للمخرجة أن ماري جاسر. يعني أنا جيت أول امبارح الصبح ما لحقت شوف كتير أفلام، بس ولكن كل يوم كنت عم شوف فيلم. كتير مهم لما تكون بمهرجان أنه تشارك وتحضر يعني تواكب السينما العالميه من خلال وجودك بهالمهرجان. اكيد وجود الفنانين هنا بيضيف لهم طبعا قيمه فنيه وهم اصلا اضافه كمان للمهرجان مظبوط. ربنا يخليك. ايه بس انه هي اكثر انه نحن عم نكتشف طريقه عمل ثانيه، رؤيه سينمائيه يمكن تختلف عن رؤيتنا نحن بلبنان او بغير بلدان، فهذا الشيء بيساهم بتطورك كممثل كمان بيقوي لك ثقافتك. طيب انا برضو عايز برضو اعرف انطباعك عن السينما اللبنانيه اللي هي الافلام المشاركه في هذه الدوره من مهرجان زي تاكسي البلد، ما اعرفش انت شفته ولا لا، او زي تنوره ماكسي. تنوره ماكسي صراحه شفته انا، هو اثار جدل كبير جدا فيلم مظبوط. تنوره ماكسي انا صراحه هلا كنت بمهرجان بروكسل من شيء
بثلاث جماع. كنت عضو لجنه التحكيم بالمسابقه الدوليه وكان تنوره ماكسي هو فيلم حفل الختام. رايك ايه عامه بوجه عام على السينما التجريبيه؟ يعني لما شفت الفيلم حسيت انه المخرج وهو بيعمله قال لك اي حاجه هتيجي في دماغي دلوقتي هحطها على الشاشه. هيدي السينما، السينما بالاخير هي رؤيه مخرج، هو حب يصور هالحقبه يلي شافها مهمه بحياه اهله او بحياته بطريقه فنيه هو بيشوفها. انا مع انه المخرج ينقل انطباعاته مثل ما هو بيشوف، بالاخير الناس هن بيختاروا ينقلوا الافلام، من منك مجبور تحضر فيلم معين، ولكن المخرج بحط اراء، واذا كنت انت بتحبهم بتروح تحضره، واذا ما حبيته فيك ما تحضره. يعني انا مع حريه السينما ومع حريه انه المخرج يقول رؤيته للاشياء اللي هو بيشوفها. طب تاكسي، عفوا تاكسي بلد، تاكسي البلد، تاكسي البلد كمان لدانيال جوزيف يلي هو مخرج كان لبناني عايش بامريكا، وتاكسي بلد هو اللي جابه على لبنان وهلا هو مقيم حاليا بلبنان. بسط انه السينما اللبنانيه رجعته على لبنان، رجعته مخرج درس بامريكا وعايش فتره كثير طويله بامريكا وهلا قرر يعيش بلبنان مرا فيلمه، فهذا الشيء بشجع وبيخلينا هيك نطرح امال حلوه انه في مستقبل وفي محاولات رح تكون على رد حقيقي بالسينما اللبنانية. طب شادي برضو عايزين هنا من خلال كاميرا نايل سينما نعرف مهرجانك الجاي هتروح فين، هتقدم فيلمك فين في مهرجانات اخرى. انت كنت كمان فزت قلت لي واحنا في الباك ستيج دلوقتي جايزه احسن ممثل دور تاني في مهرجان كرتاج الدورات الماضيه. الحمد لله الاسبوع الماضي اخذت جائزه افضل ممثل بايام كرتاج السينمائيه عن دوري بانسان شريف بس دور تاني، والفيلم سبق وشارك بكثير من المهرجانات العالميه بروكسل والهند والدوحه. هو سيزن المهرجانات خلاص قرب يخلص، هو يوم الاحد في مهرجان دبي. انا رح كون على رأس مهرجان دبي، بس هالمره رح كون عندي فيلم تاني مش انسان شريف، عندي فيلم اسمه قصه ثواني للمخرجه لارا سيبا، ورح كون مشارك مع مدير اعمالي الفرنسي اللي مضيت مؤخرا مع شركه انتاج فرنسيه كثير مهمه لاداره اعمالي، رح كون الى جانب النجمه ليلى علوي والممثل علي سليمان يلي اخذ بمهرجان قرطاج جائزه افضل ممثل دور اول. فرح نكون بندوه خاصه حول السينما والتلفزيون وتاثيرنا على ممثل تلفزيوني او سينمائي، فرح نحن نعمل هالندوه نحن بمهرجان بفعاليات مهرجان دبي. يعني هيدا هلا يعني هلا الجديد بدي اقولهم على صعيد مهرجاني. بدك تسمح لي كمان انا من خلال هالشاشتكم الكريمه اتوجه بكثير من الاحترام والشكر لكل القادمين على مهرجان القاهره، بدي اقول لهم انه نضالهم هو نضال حقيقي من اجل استمراريه السينما والثقافه العربيه، نضالهم بيكبر القلب تظاهره لانه التحدي اللي عم بيعيشوه والصراع اللي عم بيعيشوه لتكفي السينما العربيه، هذا شيء تحدي كتير كبير. بدي اتوجه بكل الاحترام لكل من استاذ عزت ابو العوف لمدام سهير عبد القادر ولكل شخص عم يشتغل بهالمهرجان، بقول لهم يعطيهم العافيه لانه عن جد كنت عم شوف بوجههم حزن بس عم شوف بوجههم تحدي نضال من اجل بقاء السينما اللبنانيه السينما العربيه بالسينما. فبتوجه لهم تحيه كتير كبيره وبرفع لهم القبعه لانه بيستاهلوا. ميرسي جدا يا شادي، شرفتنا نورتنا. مشاهدينا هنروح للكوان دلوقتي مع انجي وشريف ونرجع لكم مره اخرى من جديد، خليكم معانا.